احتفاليه محترمه جدا الحقيقه. فتعالوا بقى نروح لملف تاني خالص، اقام مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب احتفال للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي بعد ما توج الفريق بلقب البطوله العربيه للانديه طبعا على حساب فريق الكويت الكويتي. قام كابتن محمود الخطيب باهداء افراد الجهاز الفني وكل اللاعبين نسر النادي الاهلي تقديرا منهم او منه للانجاز اللي حققه الفريق بعد ما فاز بالبطوله العربيه، واليكم المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير، اتفضل. اول مره تدخل النادي الاهلي، وان احنا ده شيء بالنسبه لنا شيء بنقدره جدا، وعندنا امل كبير جدا جدا في حضراتكم بجهازكم الفني والاداري والطبي بكل الجهاز بتاعكم، ان يكون ان شاء الله دي البدايه اللي احنا كلنا منتظرينها. لكن صعبت الامور عليكم، انتوا فريق كويس، لعيبه كويسين، جهاز كويس، كل الامكانيات متاحه ليكم عشان نشهد عصر جديد بالنسبه لكره السله بالنسبه للنادي الاهلي، وانتوا تقدروا تعملوا الكلام ده، وعندكم من القدرات الفنيه والبدنيه والقلب والروح اللي هو بيعمل بطولات كتير جدا. فالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن الاجتهاد ده امر المفروض اكتر حاجه عجبت الناس كلها اللي بيكلمونا في المباراه اللي فاتت، الروح والقلب والتكنيك الفني وقدره اللاعبين على تحويل الامر لصالحهم في اي وقت من المباراه. وده امر للرجاله، امر مهم جدا. انتوا تمتلكوا مواهب كتير جدا، تمتلكوا جهاز عالي جدا، اعتقد باذن الله اللي جاي ممكن يكون جوه النادي الاهلي، اي بطوله جايه ممكن تكون موجوده جوه النادي الاهلي. الحمد لله اداره ناجحه بالاضافه للفنيات بتساوي بطولات. فما اعتقدش ان لا الفريق كره السله على مدار الاربع سنوات اي طلبات سواء فنيه سواء اداريه اي حاجه لم تلبى من مجلس اداره النادي. بقول ان هذا الفريق ما اتبناش ما بين يوم وليله. الفريق اتبنى في نجوم الموجودين معانا، وفي الموسم اللي قبل اللي فات تم الدعم، واللي فات دعم اخر، وهذا الموسم اخر دعم، بحيث التكوين اللي موجود السنه دي اعتقد ده حصاد 3 سنين من الدعم بموافقه مجلس اداره النادي، بحيث ان اعتقادي الشخصي ان احسن مجموعه لاعبين موجوده داخل مصر هي اللي موجوده قدامي حاليا. والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا تعاقدنا مع جهاز فني كفء بقياده مستر اجوستي. فزي ما قال الكابتن محمود الخطيب احنا تملي البطوله اللي بتنتهي يعني بتتحط في دولاب النادي الاهلي، وبنستعد. وانا عارف ان حضراتكم عندكم الخميس والجمعه والسبت بدايه دوري المرتبط في اسكندريه، يعني خلاص نبتدي نفكر في البطولات اللي جايه، وهو ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي.